عايزين نتكلم بقى على حاجه مهمه جدا، ما اعتقدش ان في واحده في العالم كله ما بتفكرش فيها، يعني هو ازاله الشعر الزايد بالليزر، وازاله الشعر عموما بالليزر. اكيد. ايه الجديد فيه وايه الاجهزه المستخدمه؟ لان الموضوع ده بحر بحر، ويمكن ناس كتير يعني ما بتبقاش مبسوطه، وناس كتير بتبقى مبسوطه. انا عايز اعرف اوجهها ازاي. في ناس لحد النهارده بتقلق من الموضوع ده. يعني القلق كله برضو على موضوع كانسر، هيجيب كانسر ولا لا؟ صحيح. نفس الاسئله بالظبط كده. بنت هتخلف ولا مش هتخلف؟ يعني دي دايما اكتر حاجه يعني الاسئله اللي بتبقى ملحه. ام جايه مع بنتها بتقول لك دايما انا عايزه اعرف هيعمل ايه لبنتي. لكن احنا طول ما بنستخدم ليزر، والليزر ده مش وميض ضوئي، فطبعا ده حاجه سيف جدا. الأجهزة كثير عندنا، يعني أنا بتكلم على المركز عندنا مثلا، عندنا الجهاز اللي هو العادي اللي الناس كلها بتحبه منتشر جدا الكانديلا، بس احنا عندنا الليتست وان اللي هو البرو ماكس اللي هو شغال بتقنيتين على البشرة الغامقة وعلى البشرة الفاتحة. جميل. لأنه بيستخدم ألكسندرايد وأنتيك. وعندنا جهاز تاني بيبقى فيه نوعين من الليزر في نفس الوقت، فبيطلع مثلا موجة الأنتيك مع موجة الألكسندرايد. فده اللي هو اسمه الليزر من دون ألم. بتاخدي اقل حاجه من الانتياج واحلى حاجه من الالكسندرايد وتحطيهم في بلصه واحده. الميزه هنا في ايه بقى؟ الميزه هنا انك لو عندك شعر سميك بيشتغل عليه، شعر رفيع بيشتغل عليه، مفيش الم. الالم دي بيبقى مهمة مفيش جدا بالنسبه لهم. اكيد. طيب يعني المنطقه دكتور بتحتاج كام جلسه، ولا بتبقى حسب الشعر وحسب لون البشره؟ اولا هل هي عندها سبب فعلا هرموني مخللها الشعر ده موجود؟ فلازم نشوف هرموناتها الاول اخبارها ايه، عندها مشاكل على المبايض، فدي بتطول عدد الجلسات. فلازم نشوف المشكله دي الاول. تاني حاجه ان احنا عندنا اي حاجه في حاجه اسمها الهير سايكل اللي هي دوره نمو الشعر، فلازم نعمل جلسه كل شهر علشان نقدر نحن خلال 6 جلسات نقضي على الشعر ده 80% مش نهائي. هو القضاء على الشعر بيكون هو بنوصل لمرحله موت البصيله خالص علشان ما يطلعش تاني فعلا؟ ماشي اوكي، بس بقى في 20% فاضلين، ده اللي بنعمل لهم كل 6 شهور جلسه عشان نقضي عليهم. تمام. يعني ممكن يحتاجوا جلسه تحفيزيه كل 6 شهور؟ لازم لازم. تمام. مشكله كبيره جدا بقى من اول سن المراهقه، ويمكن بقيت اشوفها دلوقتي كمان في حتى في سن الشباب والثلاثينات والاربعينات، هو حب الشباب. ايه الجديد في حب الشباب، وهل بيختلف علاج النشط غير الحفر غير الحاجات دي كلها؟ هو الجديد ان كل الناس بقت بتستخدم حاجات مش مظبوطه، يعني ممكن يطلع لك برودكت الناس تروح تجيبه عشان الحب الشباب دوت. احنا عايزين ان احنا اول حاجه نشوف احنا اول ما الولد او البنت في سن اللي هو شباب 18 16 سنه نبدا احنا نروح الاول للدكتور، هل انت محتاج تاخد دواء فتره طويله يقضي على الغدد الدهنيه بتاعتك دي يخليها ما بتشتغلش؟ فده هيكون احسن حاجه ان احنا نعملها. تمام. لكن اللي انا شايفاه ان الناس كلها دلوقتي بتعمل حاجات غلط. نجيب سكراب عشان صحيح. تشيل. بيروحوا يعملوا عند نوتواياج عند اي حد يفضوا بايدهم الحبوب. فعشان كده زاد قوي عدد الناس اللي بتيجي عشان تعمل فراكشنال ليزر، علاج الحفر بعد كده، علاج الحفر والندبات بعد كده. بالظبط. صحيح. يعني هي المشكله دلوقتي في الاجتهاد الذاتي، انا دايما بسميه الاجتهاد الذاتي علشان نعالج مشكله احنا مش عارفين هي اولها ايه من اخرها. صحيح. طيب.